الاسطوانية. المدونة اللي هنبتدي بيها النهاردة جاي ركز في الاسم كده اسمها ترايكورس ترايكورا ترايكورس ترايكورا. طيب احنا كده نفك التواصل كده. ترايك معناها ايه؟ هير. يورس بنقول عليه الراف دي تي فور اوسافيجس، ونسبة لشكل الاوسافيجس بنقول
محصولة كويس وملوثة contaminated من embryonated egg of Trichuris trichura. ايه اللي هيحصل؟ الاجة اهي تخش مع الفول، هتقعد في الاستومك، الاكل بيقعد ساعتين ثلاثة. كل اللي هيحصل للاجة ان الشل بتاعتها هتدوب بالجاست جوز، فاللارفا الرابيدي فورم لارفا اللي كانت محبوسة تراب جوه هتلاقي نفسها فري. دي عندها قدرة انها تموف مش زي الاجة حاجة ساكتة. فقالت دلوقتي اللارفا دي اهي رابيدي فورم لارفا، دي مش بتسيب الالمنتري كانال زي ما حصل في الاسكنز، بتمشي مع الانتستاينال كونتنتس سوال انتستن، ولما توصل لاول حته في اللارج انتستن تعمل ادلت. يبقى اللارفا اللي تعمل ادلت مين؟ او اللارفا ديفلوب انتو ادلت فيمين. كده دلوقتي الشخص ده موجود في اللارج انتستن بتاع الفسيكا ادلت ترايكورس ترايكورا، سين بارت امبدت في الميوكوزا وسين بارت هنري في اليومن. ده مريض الديزيز اللي عنده اسمه ايه؟ هنطلعه من اسم الفرازاي، هو اسمه ترايكورس، فهنقول عنده ديزيز اسمه ترايكورييزس. تمام؟ الادلت ميل اند فيميل دول بيحصل بينهم فيرتيلايزيشن، فالنتيجه ان الفيميل هتلاقي اكس، الاكس دي هتلاقي نفسها في وسط الانتستاينال كونتنتس ديورينج ديفيكيشن، هتنزل مع الستول اوف دي بيشنت. لو بصينا للاج كده مش هنلاقي جواها امبريو، فالاج دي بيبقى الاوفر جاست فيرتيلايز، انما لسه الجنين ما اتكونش، لسه الرابيدي فورم لارفا ما اتكونتش. عشان الرابيدي فورم لارفا تتكون جوه الاج لازم زي الاسكنز يكون العيان ده عنده عادات صحيه سيئه، يعني بيديفيكيت اون ذا جراوند، لان الديفلوبمنت هيحصل اون ذا جراوند. فاون ذا جراوند الاوفر اللي جوه دي هي فيرتيلايز هتديفلوب ويتخلق الامبريو، الامبريو اللي هو رابيدي فورم لارفا. كده بقت امبريونيت اج وكده بقت انفكتيف. اي حد هياكل خضروات ملوثه بالامبريونيت اج هيتعدي بالترايكورس ترايكورا ويبقى عنده ادلت في الانتستن بتاعه. تمام؟ عشان جزء من اللايف سايكل بيحصل على الارض، يبقى زي الاسكرس بنقول ان الانفكشن بالترايكورس ترايكورا زي الانفكشن بالاسكرس. دي جيو المانزل انفكشن، جيو معناها ايرث، يبقى الانفكشن بتبقى عن طريق الارض الملوثه. تمام؟ يبقى تاني يا دكاتره لو سمحت، في اج نازله مع الستول اوف ذا بيشنت، دي دايجنوستيك ستيت، دي مش معالجه، لازم تقعد على الارض شويه لحد ما يتخلق الامبريو وتبقى اسمها امبريونيتد اج وهي دي انفكتد ستيج. السلايد اللي بعد كده هنستريس على البوينت دي، الدايجنوستيك ستيج. ادي صوره دايجرام وصوره من تحت الميكروسكوب. الاج دي صغيره قوي، السايز بتاعها 50 25، شكلها شايفين مميز ازاي؟ بدل شيت قشرتها سميكه وفي تو ميوكس بلاس زي حاجه سادة من فوق ومن تحت. فايدتهم ايه؟ لما الامبريو يتكون بيزق الميوكس بلاس ويخرج منه. يبقى في الستيج دي شكلها بدل شيت قشرتها سميكه وفي تو ميوكس بلاس ات ذا اندز، ده الوصف او الشيب بتاع الاج دي. لونها ايه؟ دي من الاجز الغامقه وجواها لسه ما فيش امبريو تكون، جاست فيرتيلايزد اوفر، فبنقول عليها ايماتيور اوفر. الاج دي ان شاء الله برضه هنشوفوها في العمل. يبقى الترايكورس هتشوفوا شكل الادل ميل اند فيميل، وهتشوفوا شكل الاج اللي هي الدايجنوستيك ستيج. دي لازم تقعد على الارض شويه عبال ما يتخلق جواها الامبريو اللي هي اللارفا، اسمها ايه تاني؟ راب ديتي فورم لارفا. كده بقت نقول عليها امبريونيتد اج عشان جوه هنا في الراب ديتي فورم لارفا. بنتعدي بيها ازاي؟ باي انجكشن في اكل او شرب ملوث. كده خلاص ظبطت الحكايه دي، عرفنا الفرق. طيب نشوف بقى ايه الاضرار لو حصل ان في عيان اهو في اللارج انتستن بتاع الموسيقى والمناطق اللي حواليها في ترايكورس ترايكورا. من منظر كده ممكن نقول ايه الباثوجينز، ايه الاضرار؟ دوده سين بارت خرب في الميوكوزا، يبقى لازم هتعمل انفلاميشن في الميوكوزا، الميوكوزا دي بقى ادينوبس، ممكن السايت اوف بنتريشن يحصل فيها بليدنج هيموريدج، وممكن لما تخرم الميوكوزا اي بكتيريا في اليومن بتاع الانتستن تدخل وتعمل ابسس، ممكن ارياز من الميوكوزا تقشر تعمل السرز. يبقى ده كل
ديورم في الميوكوزا اوف ذا لارج انتستين، وكل ما يكثر عدد الورمز كل ما الدامج يزيد في الميوكوزا اوف ذا لارج انتستين، ده اسمه الباثوجينيسيس. يبقى بيحصل انفلاميشن وايريتيشن اوف ذا ميوكوزا وذ هامرج، ولو دخل البكتيريا هيحصل ابسس وبنكر ألسرز، ده الباثوجينيسيس. طيب العيان هيجيلكوا شكله ايه؟ العيان صورته ديبندز على كميه الانفكشن، عنده كام بارازايت في الانتستين. يعني لو مثلا الانفكشن لايت كده اتنين بس، ممكن يبقى التاثير بتاعهم فيري مينيمال، والبيشنت ما يحسش ان هو ايه من العدم وما يديش اي سيمبتومز. دي اخف حاله. نشوف بقى لو عنده عدد اكبر والدامج بيرن الميوكوزا اوف ذا لارج انتستين، يعني الصوره بقت كده. يبقى في بيج اريا في الميوكوزا اوف ذا لارج انتستين هام بالبارازايت، فالعيان هيدي اعراض. ايه الاعراض؟ اهم حاجه ان البارازايت لما بيعمل بنتريشن لعدد كبير او اريز كبيره من الميوكوزا اوف ذا لارج انتستين، فطبعا اللارج انتستين مهمتها انها بتابسورب فلويد عشان الستول يبقى فوق وينزل سوليد فوق ستول. الفانكشن دي هتبقى ديستورب، فالعيان هيبقى عنده دايريا، والسايت اوف بنتريشن هينزل منه بلاد، فالعيان هيبقى عنده بلادي دايريا. دي اهم حاجه. معاها الفامتي، معاها ابدومينال بين، انما اهم حاجه هيجي وهيلاحظها البيشن ويروح يشتكي بيها للدكتور، يقول له الدكتور عندي اسهال وبلاحظ ان في سبوتس اوف بلاد نازله مع الستول بتاعي، البلادي دايريا. طيب شوف كده، ادي سايت اوف بنتريشن بيحصل فيها بليدنج وينزل البلاد، ودي اللي بنقول عليها بلادي دايريا، ودي كاركترستيك للانفكشن بالترايبورس ترايبورس. نيجي نشوف لو الانفكشن بقى كانت شديده جدا هذه، وكل اللارج انتستن اتملت بالبارازايت، شايفين؟ يعني ممكن اب تو ذا ريكتم يكون في انفكشن والويرز بنتريتنج الميوكوزا. العيان لما بيوصل للمرحله دي بتبقى الميوكوزا اوف ذا لارج انتستن كلها دامجد، بتبقى لونها احمر هايبوميك، بتبقى ادمتس، بتبقى كلها سهل انها تتفتت وتنزل فراجايل، وده بنسميه العيان ده عنده ديزنتري. وبيلاحظ طبعا ان في ميوكس تنجد وذ بلاد. احنا التعبير ده ديزنتري ده سمعناه فين قبل كده؟ في الشيستوزوما منسوناي، لما بتيجي الاكل تقطع في الميوكوزا عشان تنزل مع الستول. واحنا عايزين كده نجمع علشان لما يجي لنا كيس يقول لنا عيان عنده ديزنتري، نحط بقى ايه الهيلمنسز اللي ممكن تبقى بريزنت وذ ديزنتري. احنا لحد دلوقتي خدنا اثنين، شيستوزوما منسوناي انفكشن، ودي تاني واحده الترايبورس. يبقى بصوا شكل الميوكوزا مليانه هي الورمز، وشايفين لونها ريد هايبوميك، وبتبقى ايديماتوس، كل ده نتيجه الكونتريشن بصين بارت جوه الميوكوزا اوف ذا لارج انتستين. وطبعا العيان هيقول ان في ميوكوس وبلاد نازلين في الستول بتاعه، دي على طول كاركترستيك اوف ديزنتري. طيب هل بس كده؟ لا، ممكن في الهيفي انفكشن الورمز اللي هي عامله بنتريشن الحته بتاعه الترانسفيرس كولوم ممكن تدخل بكتيريا جوه البريتونيوم، والعيان يجي له بارفوريشن وبارتونايتس، دي برضه حاجه فيري سيريس. اهي الورمز كده بتعمل ديب بنتريشن فحواليها بارفوريشن وبارتونايتس. لو بس برضه كده الورمز فيري نير للابندكس، ممكن الورم تروح داخله عامله بنتريشن للابندكس وتعمل فيه انفلاميشن، والدكتور يجي له البيشن في الطوارئ عنده التهاب حاد في الزايده اكيوت ابندكسايتس اون توب اوف ترايكوموريس انفكشن. تمام؟ طبعا الورم دي بتعمل ايه؟ بتهاجم التيشوز بتاعتنا، فاحنا قلنا اي دوده بتهاجم التيشوز بتاعتنا الاميون سيستم بيعمل ايه؟ بيطلع كميه ازيروفيتس كتيره علشان يحاول ان هو يكنترول ذيس بارازيتيك انفكشن. يبقى دي كلها حاجات مشاكل جامده باعتبارها ان العيان اللي عنده ترايكوريس انفكشن دخل في كومبليكيشنز، انه يجي له ديزنتري، يحصل له بارفوريشن، يحصل له بارتونايتس، ابندسايتس، ازيروفيتس تشوب عالي جدا. وطبعا في حاجه مهمه قوي، احنا قلنا انها بتخرج الميوكوزا بينزل بلاد، فالعيان ده لازم عنده انيميا.
الكافيتاري انفكشن بيحصل قص اوف ذيس انال دوم. فده اللي بنسميه ريكتال برولابس. نحاول كده نفتكر الاناتومي بتاعنا، مش كده؟ مش ده المنظر اللي في الاناتومي؟ ده بورما ريكتال وفي انال دوم، دي بتبقى مظبوطه وكومبتنت كويسه. لما بيحصل انفكشن بنبص نلاقي حصل برولابس للجلوكوز اوف ذا ريكتال، ده نتيجه الانفكشن. أريكم منظر، معلش أنا منظر وحش، بصوا الجلوكوز of this patient of the rectum protruded from the anus نتيجة الانفكشن بالترايبولز. بعد نشوف صورة تانية، بصوا كده لو دققتوا ادي الادلت بارازايت، السيك بارت امبيدد في الجلوكوز والسيك بارت هيدي في اليومن. دي برضه من أبرز الكومبليكيشنز اللي بتحصل في الهيدي انفكشن بالترايبولز ترايبول. يبقى تاني ممكن أبسط حاجة العيان مفيش اي سيمتومز. نيجي بعد كده بعد ما اتعلم عدد معقول فبيجي يشتكي من بلادي دايريه ومعاها ابدان البين ومعاها ابوزيا وفامتي. لو عنده هيفي انفكشن وكل اللارج انتستر مليانه بالبارازايتس، في الحاله دي بيخش في وات از كولد كومبليكيشنز. عددهم قد ايه؟ سته. ديزنتري، بيرفوريشن، بيرتوناتس، ابندسايتس، الايزوفيلز بتعلى جدا، عنده انيميا واضحه، وكمان عنده ريكتال برولابس. اوكي؟ طب نيجي نشوف ازاي نشخص عيان عنده ترايبولس انفكشن. سهله قوي، افحص الاسطول واشوف الاكل. تمام؟ دي حاجه سهله جدا وفيري ايزي نقدر نعمل بيها دايجنوزس. في وسيله ثانيه ممكن لو اخذت بلاد من العيان ده هلاقي عنده انيميا والاقي سينوفيلز عددها كبير. في وسائل تالتة بقى عند الدكاترة الأشعة والمناظير في الحالات الصعبة أوي، بندخل من الأنس بمنظار اسمه براكتوسكوب. في آخر التيوب دي في لمبة تنور كده ويقدر يشوف من بره البارازايت وهو أتاتشد للجلوكوزا ويشوف الدمج اللي هو عامله البارازايت. فدي بنسميها ريكتال إكزامينيشن، بيفحص الريكتال بتاع البيشنت بالمنظار اللي اسمه براكتوسكوب. في برضه وسيلة تانية عند دكاترة الأشعة اسمها Air Contrast Barium Enema. إيه Air Contrast Barium Enema؟ البارير إنما دي بيحقن من الأنس صبغة اسمها باريوم. الباريوم دي حاجة معتمة، يعني لما أحط إكس راي تبان أبيض. واخدين بالكم إزاي؟ هو دلوقتي بيحقن من الأنس الباريوم. الباريوم ده بيعمل طبقة كده على الميوكوزا بتاعت اللارج انتستين، طبقة أبيض. لو الميوكوزا فيها اتاتش بالبارازايت هيبان خطوط بيضاء، وعلشان الكونتراست يبقى واضح بعد ما بيحقن الباريوم بيحقن شويه هواء اير. الاير ده بيبان بلاك بالاكس راي، فالكونتراست الابيض الباريوم مع الاسود اللي هو الاير هيبان الخطوط البيضاء اللي هي البارازايت. شايفين الخطوط البيضاء الخفيفه دي؟ ده معناها ان هنا في البارازايت والايه في الميدل الاسود اللي هو الاير، والسيرفس بتاع او الفيلاري بتاع الميوكوزا كلها ابيض لانها كفرت بالباريوم. اوكي؟ نيجي بعد كده ازاي نعالج العيان؟ نفس الطريقه اللي استعملناها
او نبل الروش يبقى دول اهم حاجتين يخلونا الانفكشن تو بي ستوب. وده غلط برضه بالنسبه للاسكرس انفكشن. في اي سؤال بالنسبه للتايبولس؟ خلاص في اي حاجه؟ نحاول بقى ايه ناخد الباراسايت الثاني اللي هو اسمه ايه؟ اسمه انتروبياس فيرميكولاريس. انتروبياس فيرميكولاريس ده على فكره الدكاتره يعني منتشر كتير جدا جدا، ومنتشر في الاطفال ومنتشر في الناس الكبار السن، ودول الاطفال الكبار السن لانهم ناس ما بيقدروش يخدموا نفسهم، فسهل قوي ان هم يتعبوا. هنشرحها بالتفصيل. المهم نحاول نفوت برضه التواصل بتاع الاسم التقيل ده، انتروبياس فيرميكولاريس. انتيرو دي معناها انتستن، بايس معناها ليميك، فيرميكولاريس معناها ورم. يبقى بيوصف البارازايت ده انها دوده بتعيش في الانتستن. اوكي؟ ورم ليمين ان ذا انتستن. البارازايت ده اي شكل الميل والفيميل، وهنشوفها ان شاء الله هنشوفها برضه في البراكتيكال كلاس عدد ميل وفيميل. الاسم الشائع بيقولوا عليها البين ورم. يبقى الانتروبياس فيرميكولاريس ده الاسم اللاتيني، لو في اي حد نون ميديكال يقول عليها الدوده التنفسيه او البين ورم ان انجلش. طيب الاصابات فين؟ قلنا في كل حته في الدنيا، فعشان كده بنحط كلمه كوزموبوليتان. كوزموبوليتان يعني ايه؟ بريزنت اول اوفر ذا ويرلد. وزي ما قلت لكم بتبقى اكتر قوي في اليانج تشيلدرن وفي الاولد ايج. الفيرميكولاريس انتروبياس سبيشيز بتاع الفيرميكولاريس ما تعيش غير في جسم الانسان. الادر ما يعيش غير في جسم الانسان، فعشان كده بنقول ان المان ده ايه؟ ديفينيتيف هوست. طيب في اي حته في جسم الانسان زي الفيرميكولاريس اللي احنا قلناها بالظبط، السيكا والادجيسنت بارت بتبقى موجوده كده. في السيكا والادجيسنت بارت. العيان ده بنشخصه ازاي؟ طبعا الديزيز اسمه انتروبيزس. بنشخصه ازاي؟ ان انا اشوف الاج بتاعتنا، الاج مميزه جدا والاج دي معديه، بتنزل الامبريو بتخلق جواها. يعني وهي نازله انفكتد، لان الانتيتي فورم لارفا متكونه جواها. ادي صوره دايجرام وادي صوره من تحت الميكروسكوب. الاج دي هي الدايجنوستيك ستيج وهي الانفكتد ستيج. طيب احنا دلوقتي قلنا الدوده دي عايشه جوه الهيومن بتاع السيكا، يعني جزء من الدايجستيف سيستم، والفيميل بعد الفيرتلايزيشن بتحط فيها لارفا. طيب العيان ده شخصه ازاي؟ نفحص السموم ونلاقي الاكل. لو حاولنا نلاقي او ندور على الوسيله دي فور دايجنوزس هنحس حالات كثيره جدا جدا. ليه بقى؟ لان الدوده دي لما بتحب تحط الاكس ما بتطلعهاش وهي قاعده مكانها وتمشي مع الانتستاينال فرونتيرز وتنزل في الاسطول. لا، لما بتحب تلاقي اكس لها نظام لوحدها. هنقوله دلوقتي حالا. الاكس بتحطها فين؟ على التيري انال سكين. الفيميل بتخرج من الانس وتبتدي تبيض وتلزق الاكس على التيري انال سكين. تمام؟ والاكس دي اللي نزلتها ready for infection disinfected. ليه؟ لان نازله منزلاها في مين بتخلق جواها الامبريو فبتيجي فورم لارفا. طيب عاوزين نعرف دلوقتي ازاي ده الديفلوبمنت، ايه اللي بيحصل لما ناكل الاج ديت البوليميتد اج، وهنعرف بعد كده ازاي هي بتحط الاكس على البيري انال سكين. مشكلتنا بتبتدي لما نبلع الاج دي، نبلعها في اكل ملوث، ميه ملوثه، ايدين مش نظيفه، ادوات بتاعت حد ملوثها بايده. المهم ان الاج دي هي الانفكتد ستيج. اي صوره من الصور دخلت مع الفلود هيحصل لها ايه في الاستومك؟ الاج دي حاجه ساكنه، فتقعد كده مع الاكل ساعتين ثلاثه الشال هتدوب. اللارفا اللي كانت تراب جوه هتلاقي نفسها فري. هتكمل برضه في اليومن بتاع السمول انتستن وهتجري كده لحد ما تروح للهابيتات. الهابيتات ايه؟ قلنا السيكا. اول ما توصل هنا اللارفا دي يا اما هتعمل ادلت ميل او ادلت فيميل. يبقى العيان دلوقتي موجود في السيكا بتاعه ادلت ميل اند فيميل، ده عنده ديزيز اسمه انتروبيزيس. دلوقتي الفيميلز دول حصل لهم فيرتلايزيشن وعاوزين يحطوا اللايك اكس، بيعملوا ايه؟
السلايد ده هيوضح لنا ازاي في مين بنحط الاكس. ده كده دايجرام بيوريني المكان اللي قاعد فيه الميل والفيميل. الفيميل بعد الفيرتيلايزيشن بتستنى لما العيان ينام بالليل. ليه بينام بالليل؟ عشان واحنا نايمين مفيش بيرستاتيك موفمنت، ما بناكلش ما بنشربش، فبتبقى الانتستاينال كونتنتس فيري سموث، وتبتدي الفيرتيلايز فيميل تمشي بالليل باي نايت جوه اليومن بتاع اللارج انتستن، وتخرج من الانس بالليل وتبتدي تلاقي الاكس على البيري انال سكين. تخيلوا بقى المريض نايم بالليل وفي حاجه بتخرج من الانس وتبتدي تحط الاكس على البيري انال سكين، الاكس دي بتبقى محاطه بطبقه ستيكي تلزق كده على السكين، هيحس ان في حاجه بتتحرك في المكان ده. فهيحصل ايه؟ ان هو هيهرش الحته دي، يبقى كده الضوافر كلها اتملت بالاكس. الهدوم اللي هو نايم بيها الطفل او المصاب ايا كان يعني بتبقى كونتامينيتد، بتيجي عليها الاكس. ليه؟ لان الاكس فين؟ على السكين، على الباري انر سكين. ممكن تلاقي السرير تتوسخ، لو في حد اخوه او اخته نايمين على السرير ممكن يتعبوا، فالاكس دي بتنزل انفكتد. ودايما الشخص المصاب كل اللي متخلطين بيه بيتعرضوا للانفكشن. تاني يوم الصبح الام وهي بتساوي السرير وبتنطر الملايه كده وتشد بتروح تسوالف جدال. This is true. This is true. هو ده اللي بيحصل. فعشان كده لما تشوف التريتمنت ان المصاب لازم كل المخالطين بياخدوا تريتمنت علشان الانفكشن. يبقى من هنا من غير لسه ما نكمل دلوقتي، يبقى الام هتاخد الطفل او الطفله للدكتور تقول له ايه؟ يا دكتور ابني او بنتي بيهرشوا كتير عند فتحه الشهر خصوصا بالليل. ولو الام سايبه اولادها ضوافرهم طويله الجلد هيتجرح وتخرج يحصل بقى بكتيريا انفكشن، يفضل الطفل طول الليل يزن ويعيط ويتحرك حركته شديده، مش عارف ينام، مش عارف ينام الام. لو الطفل او الطفله دول خمس ست سنين خلاص اتعلم بقى ان هو ما يبلش نفسه بالليل، ترجع تقول يا دكتور بيصحى تاني ليه ما بيقول؟ يعمل ريليشن على نفسه لانه مش قادر يكونترول هيمسلف، لان في حاجه بتتحرك في المنطقه دي وبتضايقه وبتخليه يخرج، فبالتالي ما بيعرفش ينام كويس. يبقى كده من القصه دي اقدر اقول اعرف العيان هيشتكي من ايه، ولما بحب ادور عن ايه ادور عليها ايه؟ ما اقولش ستول اناليسيس. مع ان هو ممكن during notification شوية تأكسي أو في الستور، بس this is not the proper place to find the egg or the intruders. يبقى هذه الاكس اهي مقبولة ودي انفكتيف لان اللارفا موجودة فيها. وساعات during scratching بتبص نلاقي ان ساعات اكت كسر فتخرج اللارفا وتمشي تروح داخلة تاني وتوصل للهابيتات وتعمل adult. كل ده بيحصل نتيجة scratching of the perianal region. يبقى لو حبينا كده نسأل ايه الميجا انفكشن او انتروبيس اللي انا قلته ده كله، خلاص الانفكتد ستيج الاكل ابلعها في contaminated food or drink، او انتر انفكشن لما اي مريض يخرج تبقى تحت ضوافره الاكس يجي ياكل يروح بلع تاني. ال handling يعني لما الام تمسك الكونتامينيتد لينن الملايه او هدوم الطفل او الادوات بتاعته. وممكن لو حصل ان الاكس حصل لها هاجم يعني كسر الشاب اللاربا تدخل تاني، ده اللي بنسميه ريترو انفكشن. يبقى دي كلها لازم تتكتب علشان يبقى كتبنا كل البوسيبيلتيز للموت او انفكشن وذ انتروبيس. نيجي بعد كده نشوف ايه الباثوجينيز، الشكوى كلها والمشكله كلها في الايتشنج ات ذا انر ريجن خصوصا ات نايت. باللاتيني الايتشنج ات ذا باري انر ريجن اسمها بروريتس اناي. بروريتس اناي، اناي ده من ايمس، بروريتس معناها هرش ايتش. يبقى دي هي دي الباثوجينيز او الضرر الاساسي اهي. منطقه دي الصوره دي موجوده في الكتاب بتاع القسم. وطبعا الاتشنج ده هكون نتيجته ان الطفل ده هيبقى هايبر اكتف، حركته زياده، عنده نيرفس اريتابيلتي ومش عارف ينام كويس، خصوصا لو حصل بكتيريال كونتامينيشن والجلد اللي اتجرح بضوافر الطفل. اللي انا قلته ده اللي هو البروريتس اناي والانسومنيا والاريتابيلتي
بتسرع، ممكن تمشي شوية وتدخل من الأوبنينج أوف ذا فالفا وتعمل الفيميل مور أند مور هارم. أبدو إن الفيميل دي لما تكبر تبقى عندها ستيرويدز لو دخلت ثرو الجينيتال سيستم أوف ذا فيميل. يبقى في الفيميل والبيرز وهي مايجريتنج ممكن تروح الإكتوبيك سايتس زي إيه؟ قلنا ممكن تدخل من الأوبنينج أوف ذا يوريثرا، هتدخل بكتيريا من على جسمها من الانتستين ودخلت في اليوريثرا يبقى حصل يورينري تراكت انفكشن. وال يعني اول حاجه ان هي الانفلاميشن بتاع البلاده يخلي مفيش كنترول لليورينيشن وبيبقى فيها بتحصل حاجه اسمها انيوريسيس، ترجمتها بالعربي التبول اللا ارادي. يبقى ده معناها لو في ميل مشت قدام شويه وابتدت تولاي الاجز اراوند ذا اوبننج اوف ذا يوريثرا. طيب لو دخلت من الاوبننج اوف ذا فالفا يبقى كده سهل قوي انها تمشي في الفاجينا وبعدين انسايد ذا يوترس تمشي في الفالوبيا تيوب وممكن تدخل تخرج على البروتونيا كامل. وكل حته ماشيه فيها على جسمها بكتيريا عملت فيها انفلاميشن، يبقى هيبقى في انفلاميشن في الفالفا انفلاميشن في الفاجينا. وممكن لو الانفلاميشن وصل للفالوبيا تيوب يبقى دي كده ستارت او كوز اوف ستيريليتي، لان الانفلاميشن زي ما خدنا في الباثولوجي بينتهي فايبرس تيشو ديبوزيشن، الفالوبيان تيوبس هتبقى فايبروست ودي فيري سيريس. عشان كده الانتروبيوس في الفيميلز لازم الدكتور يبقى ياخد باله ويبقى في كويك تريتمنت لها للطفله ولكل الفاميلي علشان ما يحصلهاش الكومبليكيشنز دي. طيب ممكن الورم وهي موجوده في السيتا تمشي وتروح تراب في الابندكس وتعمل اكيوت ابندكسايتس، دي بقى تحصل في اي انفكتد بيشن سواء ميل او فيميل. وممكن لما يبقى عددهم كبير قوي ممكن يملوا الانتستن والعيان يشتكي من دايريا. اوكي هل تدايجنوز بقى البيشن عنده انتروبيس انفكشن؟ يبقى جابوا الام والطفل او الطفله وبيشتكي بيقولوا الهرش والليتر بيمشي وعنده تبول لا ارادي كل القصص دي. انتوا شكيتوا ان سبب الكومبلين ده الانتروبيا، هل هتطلبوا السول اناليسيس؟ لا. ليه؟ لان الاكس اساسا مكان الاساس اراوند دي اكس عارفين ايه ده السكيل. يبقى في العياده هيبتدي الدايجنوزز احتمالات لما يشتكي من بروبايتس ايناي ات نايت. هنطلب من المعمل يبقى هنطلب حاجه اسمها فيري اينال سواف، يعني مسحه من الجلد حوالين الانس، هو ده البروبر دايجنوزز. How to do this؟ الدكتور بيعمله ازاي؟ في حاجه عاملاها منظمه الصحه العالميه اسمها NIH سواب. ال NIH سواب دي عباره شكلها كده، عباره عن انبوبه تست تيوب ومقفوله وفاتح فيها جلاس روك عصايه ازاز وفي الطرف بتاعها في حته السلوفان. تمام؟ دي اللي عملت التيوب او الديفايس ده ال National Institute of Health اسمها NIH سواب. مفروض ان احنا الدكتور طبعا يبقى عارف ان الاكس دي ممكن تعديه، لازم يبقى لابس جلافز دكتور المعمل وبيطلع الرد دي وبيمسح كده على السكين اراوند ذا انس. ادي السيلوفين بيبر وبيمسحها كده اراوند ذا انس سكين، فالاكس هتستيك على السيلوفين بيبر وفيري كيرفولي بيفرد السيلوفين بيبر على السلايد بالشكل ده، هتبقى الاكس على السيلوفين بيبر ويفحصها تحت الميكروسكوب. في ناس تانيين ما التيوب دي مش قابله في كل حته، بيجيبوا حته السيلوتيب عارفين زي الوسط السيلوتيب الشفافه دي تقولها طول السلايد ويروحوا لازقينها على السكين بتاع التشايلد وبعدين يشدوها من على جلده ويفردوها على السلايد ويفحصوها برضه تحت الميكروسكوب. دي الطريقه دي اسمها سكوتش اديزيف تيب، يعني شريط لاصق. اللي عمل الفكره دي واحد اسمه سكوتش، على اساس ان زي ما قلت لكم ال NIH swab is not always available. يبقى دي الوسائل اللي بنشخص بيها الانفكشن بالانتروبيس ومحدش يقول stool analysis. لا مع انه ممكن تنزل في الستول بس احنا بنروح لها للمكان اللي هي موجوده فيه اللي هو الثاني anal skin. الاكس دي شكلها ايه تحت الميكروسكوب هتشوفها برضه في البراكتيكال كلاس. الاكس دي صغيره زي الاكس بتاعت
حاجة بالحاجة مش أشكر يعني بتخليني تقول لي انت خلاص كده عملنا دايجنوزس. هنعالج بقى البيشنت ده ازاي، الطفل او الطفله دي ازاي، تريتمنت. احنا عمالين نقول اسم الدواء ايه بتاع الهيماتوز، احفظوا الدكاتره معايا كده. هنا في الاسكنز اسمه ايه؟ قلب النازول. في الدرايفورس قلب النازول، هنا برضه قلب النازول. خلاص العلاج هنا لازم يتكرر لان الرطب انفكشن عاليه جدا. تمام. وبعدين لازم كل المخالطين بالطفل، لو في الفصل في المدرسه كل ياخد، لو في البيت كل ياخد، المصاب وكل اللي حواليه. لان قلنا الاكس very easy to be propagated لانها بتبقى immediately infected. طيب من ضمن الحاجات اللي بيخلي يحصل infection قلنا ان في مين بتحط الاكس على الثاني inner skin، وده بيخلي المريض يحس ان في حاجه بتتحرك اوتوماتيك، بيبتدي يسكراتش يخش في المنطقه دي. Yeah.